تحية طيبة، لقاء جديد، ضيف جديد. المنتخب الوطني مقبل على المشاركة في كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون التي ستنطلق في 9 يناير المقبل. هناك أشياء كثيرة بخصوص مشاركة المنتخب الوطني في هذه الكأس القارية. هناك أيضا ملفات متعلقة بالشأن الكروي في المغرب. لهذه الغاية نستضيف السيد فوزي القجاع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. السيد فوزي، مرحبا بك. مرحبا بك سي جمال، ومرحبا بالمتتبعين الكرام الرياضيين. سي فوزي، قبل قليل كنت في مطار الرباط سلا لتوديع المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم. شنو آخر الكلمات اللي قلتي للاعبين والطاقم التقني والوفد اللي غيمثل المغرب في كأس إفريقيا للأمم؟ تظهر لي بأنه احنا الاستعدادات تاع الفريق الوطني كيف تعرف الجميع كانوا مقسمين على فترتين. الفترة الأولى كانت هنا في مدينة الرباط في مركب محمد السادس، واللي انطلقت منذ الأحد يعني الماضي هذا أسبوع. الهدف منها أولا كان هو تأهيل اللاعبين على المستوى الصحي. كيف تتعرفوا الإجراء نتاع كأس إفريقيا والتحضير لها يتم في ظروف صحية صعبة للغاية، صعبة جدا. الكل تعرف التطورات نتاع الفيروس تاع كوفيد 19 على المستوى العالمي، بطبيعة الحال على المستوى الوطني أيضا. وهذه التطورات الصعبة اللي خلات أن التحضيرات يعني يكون فيها مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، وكان الهدف كما قلت هو أن اللاعبين نتاعنا اولا اهلهم صحيا، لان كيف تتعرفوا كانوا مجموعه اللاعبين ديجا طلعوا بوزيتيف. لا نصيري ولا سي حدادي بنون وعمران لوزا الحمد لله ترجعوا تدريجيا. ثم انه بالقرار نتاع الفيفا انه يسمح للاعبين يبقوا حتى اليوم 3 يناير وضعنا في ظروف صعبه، كان علينا اننا نتعاملوا مع هذه المعطيات يعني الخاصة بكل لاعب. الحمد لله توفقنا أنه اليوم الفريق الوطني سافر ب 24 لاعب، بقاو 4 اللاعبين سي بدر بانون ومنير حدادي وياسين بونو وسايس رومان، اللي من المنتظر إن شاء الله أنهم يوم 4 يوم الثلاثاء غيلتحقوا مباشرة بيواندي. بطبيعة الحال واحد في دبي، زوج في سيفي، واحد في لندن، كلها أمور تنضبرها وتطرح إكراهات حقيقية. الآن هذه المرحلة الأولى هذا الأسبوع تنظن بأنه بشكل عام يعني تعاملنا مع هذه الظروف بشكل إيجابي، والفريق الوطني سافر في ظروف جيدة كالعادة. واللي مهم كما قلت أنه الظروف الصحية، المسحة اللي دار الفريق الوطني والطاقم البارح كلها جات سلبية الحمد لله، وغادي نواكبوا هاد التجميع نتاع الفريق الوطني حتى اليوم 4. الاستعدادات غادي تبدا في يواندي، ينطلق من غدا. كل الترتيبات خديناها في عين المكان باش نوفروا الملعب نتاع التدريب الفريق الوطني، لان غادي يكونوا حصتين في اليوم في الايام الاولى. واجراء المباراة الودية مع بوركينا فاسو يوم 6. اذا هذا هو المناخ اللي غادي يمشي فيه الفريق الوطني، اللي كي قلت باش نرجعوا غير الامور طبيعيه يعني غير عاديه، فطلب هذا واحد المجهود استثنائي من الجميع. وكيف كتعرفوا اليوم في الواقع نتاعنا اليومي احنا كافراد يعني كل واحد فينا مطالب انه ياخذ مجموعه من الاجراءات الاحترازيه، مجموعه من الاجراءات الاستثنائيه في حياته اليوميه. فلما تتكون المجموعة والفريق الوطني بعت اللي كتفوق 50 شخص بالطاقم الطبي والتقني واللاعبين 28، فالأمور تترجع صعبة للغاية. ولكن يعني نحاول قدر المستطاع أنه نخليه الفريق الوطني في الظروف العادية ما أمكن بطبيعة الحال، وغادي نوجهوا الاكراهات كباقي المنتخبات. انتم كتسمعوا مازال كاع ما بديناش كاس افريقيا، مازال ما جاوش الناس للكاميرون،
والحالات الإصابات في بالعداد الهائلة في المنتخبات، فغادي تخلي هاد الكأس إفريقيا كما قلت سابقا كأس استثنائية، لأنها كتجرى في ظروف استثنائية. والعامل نتاع الاحترازات والإجراءات الصحية غادي تكون عامل محدد في تحديد المسار، لأن الفرق غادي ما غاديش تقضي يوم ولا يومين، ما غاديش تلعب مباراة وترجع، غادي تبقى تما يعني مدة أسابيع، وهذيك الحياة اليومية في هاد الأسابيع غادي تكون محدد في بطبيعة الحال تأثير على النتائج. الفريق الوطني باش نتكلموا بالكرة وباللغة الكرة، أولا هاد المجموعة اليوم فيها واحد العامل سيبوزي. قبل ندخلوا الجانب التقني والهدف من المشاركة، هاد الأمور اللي تكلمت عليها المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والظروف اللي غتجرى فيها، واش هي اللي كانت خلاتك أنك متحفظ بشأن إقامة كأس إفريقيا الأمم في موعدها؟ أنا الموقف نتاعي في المكتب التنفيذي كان واضح. السيد رئيس الكاف بعث لنا رسالة راه كانت نشرات تيقول لنا غادي ندير واحد المكتب التنفيذي باش نناقشوا الإجراء نتاع كأس إفريقيا في وضع صحي كيعرفوا العالم هو الارتفاع المهول نتاع الحالات الكوفيد. ففي النقاش نتاعنا في المكتب التنفيذي، وكما قلت دائما أنا ما عمرني تحدثت على الجانب نتاع التحضير نتاع البلد الشقيق اللي هو الكامرون، بل تحدثنا عن هذه الظروف، لأن كنا عايشين البداية نتاع الموجة نتاع أوميكرون، وها هي كطلع مازال ما وصلناش للحدة يعني الأوقات الذروة نتاع أوميكرون، وقلنا بأنه الفرق غادي تعيش صعوبات كبيرة وحنا بدينا فيها، وكنا كنناقشوا كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد الصعوبات، لأن كأس أفريقيا الأمم هي التظاهرة رقم واحد في الكاف، وما يمكنش هاد التظاهرة رقم واحد يعني نقصوا منها شي حاجة، وإلا غادي نفقد وغادي تفقد هذيك يعني ذاك المستوى المعين تاعها، الإشعاع ديالها، الإشعاع تاعها، وبالتالي غادي تأثر على الماركتينغ تاعها، وغادي تأثر على مجموعة الأمور. ما يمكنش تلعب كأس أفريقيا بلا جمهور، ما يمكنش تلعب كأس أفريقيا بدون النجوم نتاع اللاعبين اللي تيلعبوا خارج في الدوريات الأوروبية. وهاد الأمور كلها هي اللي كنا طرحنا للنقاش. غادي يكون مكتب تنفيذي جديد يوم 7 باش في دولة باش نشوفوا تطورات نتاع مختلف المنتخبات، وهي تطورات صعبة للغاية. كنا نتبعوا الإلغاء المباريات الودية والحالات نتاع كوفيد بالعشرات داخل المنتخبات، والصعوبات اللي وجدوا اللاعبين باش يغادروا الفرق نتاعهم، صعوبات كبيرة جدا. أنا ما يمكنلكش تصور الضغوطات اللي مارس الفريق تاع واتفورد البارح بعد المباراة على لوزا وماسينا باش ما يجيوش، واستدعاهم المدير الرياضي في خرق واضح لا للدوريات الفيفا ولا الأمور، استدعاهم وهددهم بكل الأمور باش ما يغادروش الفريق نتاع واتفورد. ولكن الحمد لله تواصلنا مع اللاعبين، وهذه الإشكالات ستطرح بحدة بطبيعة الحال. ماشي هذا هو الوقت نتاع باش نناقشوا يعني واش كأس أفريقيا خاصها تحافظ على هاد المواعيد أو لا إلى غير ذلك. النقاش اللي كان في المكتب التنفيذي وغيكون هو وضع صحي يعيشه العالم، راه ما فيش تخمينات يعني ما فيش اجتهاد. من اللي تنقولوا اليوم أن البلدان كتسجل حالات بعشرات الآلاف يوميا، راه المقابل نتاعهم هما الإجراءات الاحترازية. الصفر غيقل، تنقل غيقل، الحالات غادي تكثر. كتشوفوا الآن في أكبر الأندية الأوروبية اللي يعني عندها الأطقم الطبية نتاعها وعند الأمور نتاعها، كتشوفوا الحالات يوميا وتأجيل المباريات. ولكن السي فوزي كيقول لك كاين ازدواجية في المعايير، يقول لك هناك كأس أوروبا اللي تنظمت في عشرات البلدان في عز يعني كورونا، وفي ضوء التعامل مع كأس إفريقيا. أولا هذا كأس أوروبا اللي كانت تحدثوا عليها واللي تنظمت في الصيف
كانت تأجلت هالأولى. أنا ما تنقول لكش ما غاديش تنضم كأس أفريقيا. في الصيف العالم كله كان كيشهروا يشهد واحد الانحدار نتاع الحالة كوفيد 19، وكانت الحياة رجعت عادية، كانت الحياة تميل إلى الظروف العادية، يعني جميع البلدان سمحات بالأصفار وبالعطال إلى غير ذلك، وكانت الحالات قليلة جدا. وكيف قلت مرة أخرى، كأس أوروبا ملي كانت الحالات طالعة تأجلت. احنا مش تنقول لك ما خصهاش تبقى كأس أفريقيا، ولكن اختيار الوقت المناسب شيء مهم وعامل مهم. على إيه؟ هذا هو الرأي اللي كان عندي وباقي عندي، لأنه أنا تنقول لك اليوم تنعيش واحد الوضع ما تعرفه إلا اللي تتكون عنده مسؤولية مباشرة على واحد المنتخب. يعني بغيت تقول أنه رأي تقني علاقته له علاقة له بالواقع، يعني هذا كتعيش يوميا. أنت ملي تتفيق اليوم من فضارك مجموعة الأمور كنت كديرها في الحياة العادية ما بقيتيش تديرها، بالأحرى هذا منتخب تعيش جميع تيناسو جميع تياكلوا جميع في معسكر، راه ملي تضر حالة واحدة السي جمال هذاك المنتخب ودعو في ظرف 3 ايام تترجع الحالة 15 ومن بعد تترجع 20، وكيدير هاد الكرة هذه. وكاينه مسألة أخرى، راه ملي تنتحدثوا على حالة إيجابية داخل المنتخب خصك تعرف الظروف النفسية اللي تتكون عند هذوك باقي اللاعبين اللي كيعتبروا نفسهم مخالطين، تيولي عايش على واحد لو ستريس غير واش راه بوزيتيف ولا ماشي بوزيتيف. دونك هاد الظروف هادي واش هي الظروف الملائمة باش نديروا واحد الكأس قارية ناجحة؟ أعتقد لا. الجمهور اليوم راه مجموعة البلدان خذت الإجراءات، حنا راه كنا غادي نمشيو لغينيا الاستوائية، حتى هي الطيران يلا فتح فيهم زوج اليوم مغلوق. دوك هاد الجماهير المغربية اللي ما تقدرش، الصحافة إلى غير ذلك، كلها غادي تكون عندها انعكاسات. اللي إلا وصلت لواحد الحد كأس أفريقيا للأمم ما غاديش تكون هي كأس أفريقيا للأمم اللي منتظرة في أفريقيا، واللي الكاف خاصها تنظمها في واحد المستوى باش تدخل منها واحد المدخول. في هاد الظروف هذه اللي اعتبرتيها ظروف خاصة وظروف استثنائية، شنو الانتظارات يعني من المنتخب الوطني، وكيفاش ممكن نحافظوا على يعني الجاهزيه والروح المعنويه والانسجام ديال لاعبي المنتخب الوطني باش يكونوا يعني في الموعد في كاس افريقيا للامم؟ لهذا السبب انا قلت لك بانه في الظروف العاديه اللي كدير تقييم نتاع المنتخب معين على الجاهزيه البدنيه نتاعو والمستوى التقني ديال اللاعبين، دابا قبل هاد العوامل كلها هي تدخل واحد العامل كبير هي بعد الجاهزيه الصحيه، واش السيد يكون بوزيتيف ولا ما يكونش، لانه كاين دي تيست. راه اليوم المنتخب اللي غيوصل في الخمسه غادي يدير التيست، وكل قبل الماتش كدير التيست. انا كنعتقد بانه الهدف الاول نتاعنا اللي خصنا يشتغلوا عليه الجميع، وهذا هو لو ميساج اللي كان، اننا نخليو الفريق الوطني في واحد لابيول نيجاتيف باش بعدا يكون عندنا 28 لاعب نتاعنا ان شاء الله من البدايه حتى النهايه المسابقه. هذا هدف استراتيجي، والا غادي نوليو في اكراهات صعيبه جدا. راه لا قدر الله ملي تيمشيو لك 6 ولا 7 نتاع اللاعبين الاساسيين تتولي في منطق اخر اللي تكون انت دخلتيهم في المنظومه التكتيكيه نتاعك والمنظومه التقنيه تنوليو. ملي نكونوا ان شاء الله في هذا الهدف، انا كان الفريق الوطني نوضعوه في النسق اللي راه غادي فيه. هذه المجموعه فيها واحد 6 ولا 7 هما اللي كانوا سبق لهم شاركوا في كاس افريقيا، كل شيء الاخرين لاعبين شبان غادي يكتشفوا كاس افريقيا. لا كاليتي تكنيك موجوده، لونفي الحمد لله باش يمشيوا لابعد حد ممكن موجوده، واللي اساسي هو اننا خصنا نراكموا الامور الايجابيه لهذا الفريق الوطني، لانني كما قلت من قبل هذا الفريق الوطني ان شاء الله غادي يبقى 10 سنوات، يعني غادي يلعب زوج نتاع لي كوب دي موند ولا ثلاثه، وإلا راكمنا هذه الايجابيات هذه المجموعه
غادي تعطي الكثير للكره المغربيه. وفي كل الاحوال هذه الظروف يعني كتخص جميع المنتخبات. اكيد. والتدبير نتاعها والقدر نتاع الله غادي يكون عامل محدد داخل هذا الشهر نتاع المنافسه. ما عندكش هدف محدد؟ يعني من لا شوف انا كنقول لك الهدف ان هذه المعطيات كلها هي ملي تدخلها. ديجا ما بغيتش دير الضغط على اللاعبين. ديجا الكره بوحديتها ملي يعني كيصعب انك تحدد اهداف محدده بالنتيجه ولا هذا. غير الكره لما ملي كتزيد لواحد العامل واحد لاكوش اخرى شكون هي المغرب شكون هو التشكيله اللي غادي تلعب وشكون اللي غادي تكون جاهزه من هنا ثلاثه الاسابيع. انا العلم لله. هناك ملف يعني اثار واحد الجدل كبير هو ملف ديال اللاعب عبد الصمد الزلزولي. واش ما كانش ممكن ملف ديال هذا اللاعب يتحل بطريقه اخرى بهدوء يعني بعيدا عن الضجيج الاعلامي او حتى الشو الاعلامي فيما يتعلق بهذا الملف؟ انا شوف انا بالنسبه لي احنا تعاملنا بكل هدوء. الان كيف تعامل معه الراي العام ولا الاعلام الرياضي ولا الاعلام بشكل عام هذا شيء اخر. انا كما وضحت الزلزولي لعب في المنتخبات الوطنيه كلها هي نهار كان في هيركوليس ماشي اليوم. ملي بدا كيلعب داخل الفريق تاع برشلونه في اطار التتبع اللاعب الكل اتصل به وهنئه وتمنى له مزيد من التوفيق. وملي المدرب بغى يدير اللائحة الأولية اتصل به وعبر عن السعادة والفرح أنه يجي للفريق الوطني. دوك حتى لهنا كاين غير الهدوء. ملي بغينا نديرو وصلنا ملي ظهرت هذه القضية نتاع ثلاثة تلو تروا اتسيتيرا بطبيعة الحال وأنا كنعرف الظروف اللي كتمر منها برشلونة وكيعرفها الجميع. ف لا كزافي ولا لابورتا الرئيس يعني فضلوا ان الزلزولي يبقى. شرحنا لهم بان الظروف تاع الاشتغال في الفريق الوطني مشابهه وغادي تعطى فرصه للاعب وغادي يبقى في ديك لابروغريسيون تاعو. مزيان. في اليوم الاخير باش نديروا اللائحه النهائيه السي الزلزولي عبر صراحه على انه باغي يبقى في برشلون باش يدير بلاصتو حتى لمارس ويجي ليكيب ناسيونال. قلنا له غادي نلبيو لك هاد الرغبه. حنا ما غادي ماشي غادي نديروك في لا ليست ونمشيو ندعيوك في الفيفا ونوقفوك وداكشي ما بعاد عليه. غادي حيدنا بلا ليست وعيطنا للجوار رومبلاسون نهينا الموضوع وقلنا للسي الزلزولي اودي اجتهد وخدم هادي بلادك وهذا المغرب يعاونك وكمل كرتك باش تكون في دائما في المستوى المكروه. اذا الباب مازال مفتوح امام اللاعب. شوف الفريق الوطني احنا راه كنديروا العكس. احنا حتى اللاعب السي منير الحدادي ملي خدا قرار وملي بغير القرار راه ثلاث سنين وحنا خدامين غيرنا على ودو القانون. على ودو غيرنا القانون في الفيفا. كيفاش هذا السي الزلزولي مازال ما دار حتى شي غلط غادي نعاقبوه؟ بالعكس حنا ربينا له الطلب نتاعو كذلك. كيفاش تعامل الاعلام الاسباني والمغربي مع الموضوع بطبيعه الحال ولا الاعلام اللي تينتظر ابسط الفرص باش يسجل شي مواقف غريبه؟ الله يعاونو داك كل واحد شغلو. هذاك الاعلام راه تنعرفوه كاملين نتاع الجيران عاد بنفسه قال لك راه مشينا من هنا وخسرنا الملعب ديال البليده ومشينا من هنا وعيطنا للسي جمال بالماضي وخسرنا له المورال. الله يعاون كل واحد يعلق كيف بغا وصافي. حيت سياق متعلق بنفس الملف لانه كان اللي ممكن يدير هذه المقارنه اللي تحدثتي عليها ديال منير الحدادي التعامل مع منير الحدادي كيفاش انه كان في الرفض في البدايه ثم يعني مسار طويل باش رجع مشينا زوج المرات ولاعب شاب اللي ما رفضش انه يلعب مشينا زوج المرات للطاس على ود السي منير الحدادي ودرنا لاسومبلي جينيرال ديال الفيفا ودوزنا القانون ومن بعد ما تفهمش هو هذاك وعاود ثاني هادشي كله درناه لانه ما
من واجبنا اننا نديرو، لان واحد المغربي سميتو منير بغا راه ما سميتوش خوليو، وهذا راه سميتو عبد الصمد اللي كنتذكروا عليه، راه خونا وصافي. دونك انا راه هذا بغا مغربي بغا يلعب مع الفريق الوطني، بطبيعه الحال خص يكون عنده المستوى والرغبه، مرحبا به في اي. عاود تواصلتوا معاه من بعد؟ يعني تواصلت معاه في نفس اليوم. نفس اليوم معاه والاخ والسكاوت نتاعنا السي ربيع. كانوا بثلاثه اون فيزيو، وانا هدرت معاه. انا قال لي ودي انا ها شنو؟ انا بغيت نلعب مع المغرب، ولكن دابا هذا تصور، يعني عندي واحد الفرصه انني نفرض الوجود نتاعي في برشلونه، ما باغيش نضيعها، وباش الفريق الوطني تكون دائما في المستوى الكبير اللعب. قلت له راه شوف، قال لي طلب، هو كان كيعتقد باننا غادي نخرجوا لا ليست نتاع 28 ونديروه، وإلا ما بغاش يجي نكتبوا للفيفا والفريق نتاعو ونوقفوه تما. قلت له ودي راه حنا بعاد على هذا المنطق، حنا راه السي عبد الصمد خذ راحتك، ما غاديش نديروك في لا ليست، غادي نحيدوك دابا، ومن من حنا غادي نلعبوا لا كوب افريك بطبيعه الحال، ومارس يحل الله. الرساله اللي توصلتوا بها شنو كيقول فيها بالضبط؟ انا بعد اولا الرساله، لانني الرساله ما نقدرش نعرف واش هو اللي صفتها ولا المحامي. كاينه واحد الكتبه واحد التوقيع، ما راه ماشي مؤسسه كتبت لك رسميا وهذا، وفي جميع الحالات والاحوال انا قلت لك في تواصل مباشر في نفس اليوم، وبعد التوصل بالرساله شرحت تعبر على طلب واحد، على طلب واحد، وانه ما يتسدعش الكاس افريقيا حتى لمارس المنتخب الوطني. لبينا له الطلب في هدوء واطمئنان، ما درنا حنا هذا، ما كنا. وانا قلت لك قبل كل شيء داكشي اللي دار غير الواجب، ماشي درنا فيه شي فافور. انا لابورتا هضرت معه ثلاثه المرات، ودخلنا ناس وتكلمنا حتى مع كزافي، وهادشي كله باش غير نسهلو تحقيق الرغبه اللي عبر عليها اللاعب. لو كان ما درناش داكشي كنا غادي نكونوا قصرنا في حق الرغبه نتاع اللاعب. احنا ملي درنا هادشي وعندنا لا كونسيونس ترونكيل، اللاعب بطبيعه الحال له واسع النظر يدبر لا كارير تاعو، وهادشي راه كله راه ماشي غير هو، راه بزاف اللي عندهم هاد الوضع وخذوا قرارات اخرى. وانا كان موقفي دائما هما انهم نهضروا على الاخرين، نهضروا على الامور الايجابيه، نهضروا على هاد لوزه ومصينا اللي البارح تحداو المدير الرياضي في المكتب نتاعو، ومباشره بعد المباراه هزوا السكه نتاعو ومشاو للمطار وتحقوا الفريق الوطني. علاش غير بقى واحد مازال كاع ما قلناش بسم الله، وتنقولوا بسم الله ان شاء الله في مارس ولا من بعد مارس ومرحبا. وخا سي فوزي في الثلاث كؤوس افريقيه الاخيره، دوره ديال 2017 قبل الكاس كان الملف ديال زياش، 2019 جاء ايضا الملف ديال حمد الله، هاد الدوره ايضا قبل الكان ايضا كنعيشوا على وقع ملف ديال الزنزوري، وقبل منه الملف ديال زياش والمزراوي. باش كتفسر هاد يعني هاد الملفات هذه اللي كتندلع قبل الكان؟ كاين ماشي كتندلع، هذه الصيروره ديال الحياه، ما كاينش شي منتخب وطني قبل واحد التظاهره ما كيكونش فيه واحد الملف، هذه راه سنه الحياه. دابا كل واحد ملي تتكون لا سيليكسيون تاع شي حاجه، واش بغيتي الناس الالاف ديال الناس يتفقوا؟ ما يمكنش، والا راه ماشي سيليكسيون ماشي اختيار. واش حنا الا كنا 30 واحد غير 30 وقالوا لنا اختاروا هاد 28 يمكن غادي نتفقوا على 20، يمكن تتفقوا على 20 تكون هي القاعده المشتركه، ولكن في الثمانيه الاخرين انت تختار زياش. انا يبان لي الكومبورتمون تاع زياش والمردود نتاع الفريق الوطني ما دخلليش في المنظومه، ما نديروش. واحد يبان له مازال خص الوقت باش نصفيو الاجواء، كل واحد وطريقته ورؤيته للموضوع، ولكن باش تقول لي ودي حنا خصنا نتفقوا كاملين لا يمكن، ونديو الفريق نفس الاسماء نتاع الفريق الوطني لا يمكن. وكنتي درتي شي محاولات لتسويه الاجواء؟ انا نقول فيما يتعلق بالملف ديال زياش ومزراوي، انا نقول لك سي
زياش والسي المزراوي ما عمر نقش شي واحد لو بوتونسييل تكنيك تاعه. ما عمر قلنا بانه قال واحد ولا شي حد بان زياش والمزراوي ويمكن اخرين ان المستوى نتاعهم التقني ما ماشي في المستوى، بالعكس بالعكس. ف بعد الظروف الصعبه نتاع الكان مصر والمغاربه، وانا واحد منهم اللي تاسفت على ذاك ضربه الجزاء اللي غيرتنا المسار. كتوقع في كره القدم؟ كتوقع في كره القدم باش ما نحملوش اللاعب المسؤول. لا ما كنحملو حتى شي حاجه. الاول اللي خرجت يدافع عليه علانيا هو السي وحيد رونالدو. لا السي وحيد اللي خرج لي ملي جا وحيد ولعبنا المباراه في مراكش ويديه وسيفلاه الجمهور وقال لهم هذا سي اون فيرتي، هذا مفخره للمغرب وما خصكم تشجعوا. وفي الماتش اللي لعبنا هنا في الرباط عطى له كابيتان ديكيب. وسي زياش انا تواصلت معاه 100,000 مره وتنقول له انت اللي مطلوب منك، راه زياش من دوريان دابا راه رجع من اقدم اللاعبين في الفريق الوطني، واخا باقي في 27 ولا 28 ولكن رجع من الاقدم. كنقول له ديرها الفريق الوطني، انت ماشي كنطلبوا منك غير تشارك، راه خصك تشارك وتهز ليكيب ناسيونال، لان انت قديم سي نورمال، انت وبونو وسايس وهذا. انا الكاركتر تاع زياش والطريقه نتاعو الى غير ذلك ماشي كننتقدها ولا كنقول مزيانه ولا ماشي مزيانه، راه خصها تدخل في واحد المنظومه اللي تكون في صالح منتخب الوطن. راه ليكيب ناسيونال سي اون ماشين، راه ما فيهاش غير التيران، التيران هي لا فاساد ولكن فيها 24 ساعه على 24 ساعه، راه فيها كيفاش كنجلسوا وكيفاش كنهضروا وكيفاش كندوزوا الوقت وكيفاش كنضبطوا في الاجتماع. سي ان تو سي 24 سور 24. هذاك المنظور نتاع زياش وهذا هو العمل اللي رحنا خدامين عليه. انا اتصلت بزياش وصفت له لي زيكس كابيتان يهضروا معاه والناس كنهضروا معاه، خصنا هذا التحول، التحول خصو شي شويه ديال الوقت وغادي يجي ميعاد وغادي يرجع زياش. مين غادي يرجع؟ غادي يرجع في هاد المنظور. دوك زياش الناس دابا ملي تتهضر على ليكيب ناسيونال اون طونك انديفيدواليتي بيان سور، واش كاين شي واحد هادي راه ما خصكش كاع تقول لا مدرب لا زوج، واش اللي عنده البوتونسيال يلعب في تشيلسي ما غاديش يلعب في لافريك، سي نورمال وي، ولكن راه خص يجي بنفس الجهد اللي تيبدل باش يدخل في المنظومه تاع تشيلسي، خص دير نفس الجهد باش تدخل في المنظومه تاع ليكيب ناسيونال. بالنسبه لنقلك واحد المرحله اخرى متعلقه بالمنتخبات الوطنيه في المشاركه الاخيره ديال المنتخب الوطني، وكاين ايضا يعني كاين واحد جوج وجوه ديال كره القدم المغربيه اليوم. كاين منتخبات وطنيه يعني في وضعيه جيده اللوجيستيك الامكانيات، وكاين بطوله الانديه ديالها كتعيش ازمات ماديه. فكيفاش يعني ممكن هذا الجسر وهذا الهو اللي كاين اللي بدات كتوضح حاليا مع هاد الازمات الماليه ديال الانديه؟ لا شوف انا بعدا باش تقول لي الانديه نتاعنا تتعيش ازمات ماليه وهذا الفو نيونسي، يمكن كاينين واحد ثلاثه ولا اربعه اللي التدبير نتاعهم خلال سنوات راكبوا واحد الديون معينه وخلتهم تعيشوا صعوبات، ولكن بشكل عام بشكل عام حنايا الفرق نتاعنا تحت ما راه في لامباس، وهاد الظروف الصعبه راه ما كايناش هنا، راه ثلاث سنين دابا تقريبا السي جمال تاع كوفيد. عرفتي شنو هي كوفيد؟ يعني لو موند ايكونوميك سبونسور نزل الجمهور ما كاينش، الوضع كيطلب مصاريف اضافيه لان خصك دير لي تيست، خصك تطبع، خصك تتبع دير الى غير ذلك. بشكل عام انا كنتابع الوضعيه
الماليه نتاع الفرق وشفتها بالتفصيل قبل هذا الميركاتو، يعني هذاك هاد لي دلتا ولي ديفيسيت وهذا راه ما خصهمش التهوين، خصهم واحد الاجراءات تناخذوا فيها مرحله بعد مرحله. دابا في الميركاتو ان شاء الله اتفقنا مع الاخوان الاصبع على انه اللي بغى يدير شي يدخل الميركاتو خصو يبين بانه نجز الميزانيه نتاع 6 شهور بامان، يعني من ناحيه المداخل والمصاريف، والناس ولا بد تضبط شي شويه الايقاع نتاع المصروف نتاعها اون فونكسيون دو ليفولوسيون، غادي نخرجوا امنين سالمين. اما الفرق الوطنيه، الفرق الوطنيه الحمد لله انه بلادنا وسيدنا درنا مركب محمد السادس اللي راهم يشتغلوا فيه كل شيء الفرق الوطنيه، وهي ظروف مريحه، والفرق الوطنيه راه ما يمكنش تشتغل الا بغينا الاستمراريه، والا بغينا نوجدوا لي اوكانز، الا بغيتي لي جوز اولمبيك السي جمال ماشي هادو الماجيين الاخرين وتلقى لا جينيراسيون بروفيسيونيل، والا بغيتي البنات يمشيو لا كوب دو موند، والا بغيتي البيتش سوكر تاعك تا يمشي لا كوب دو موند، والا بغيتي الفوتسال من بعد الربوع تمشي للدمي فينال، شنو بغيتي ندير؟ ما تخدمش، راه الناس كتشتغل يوميا، راه هذا هو الاساس. شتي اليوم طول الموند كاين دائما 200 الناس خدامه، وباش غادي دير التكوين؟ واوروزمون شتي رانا كنهضروا على هذه الظروف تاع كوفيد، لو كان ما كناش في الكومبلكس محمد سيس ما يمكنش نخدمه نهائيا. كيفاش غادير لهاد التجمعات في الفنادق وداكشي؟ كدير ليه؟ كدير دير الكونفينمون دابا في الفندق؟ كدير ليه؟ غير باش نبقى معاك فيما يتعلق. لا دونك هنا اليوم الفرق الوطنيه كتشتغل، ولكن الانديه راه حتى هي خصها تشتغل. وثانيا نقول لك واحد القضيه، راه كاينه واحد المسؤوليه اللي ولا بد يتحملها شي حد المسؤول، لانه راه الناس كنعاونوهم باش يديروا السونتر دو فورماسيون، راه حتى هما خصهم يختموا وينقصوا شي شويه من لي ميركاتو. خصنا نوليو خصنا نكريو لا فالور، خصنا حنا نبقاو ندخلوا شويه ديال الفلوس بحال الرجاء اول بالمنافسه وبشويه ديال اللعابه وداك الشيء. اما الرجاء كانت ما كانتش كاع الفرقه اللي كانت عندها ازمه ماليه قد الرجاء، هما ايكيليبراو لي كونت ورجعوا مزيانين وخصنا نمشيو في نفس النهج. ولكن كيفاش غنطوروا البطوله الوطنيه؟ اليوم ابرز اللاعبين في معظم الانديه ماشي غير الانديه ديال الوداد والرجاء انهم كيتباعوا للخليج، كيتباعوا لمجموعه مصر، كيتباعوا لمجموعه. سي جمال هذا الحديث كاع ما شنو نقول لك، البطوله ديال البرتغال كل عام تتبيع مليار اليورو وراها مزيانه، لان عندهم واحد الفلسفه ديال العمل. حنا دابا تنبيعوا اللعابه هذه 5 سنين و6 سنين، والفرقين تاعنا كل عام تيلعبوا لا فينال وتيديو كاس، ولا فينال وتديو كاس، شنو هو الاشكال؟ كيلي لو بروبليم؟ شنو هو البروبليم من الرجاء الا كانوا عندها ثلاثه ديال جينيراسيون طالعين كلهم في مستوى عالي وكلهم عندهم تاطير عالي وكل العام تخرج زوج وطلع خمسه، شنو هو الاشكال؟ بالعكس بالعكس. ولكن كيفاش يمكن للانديه المغربيه انها تنافس على يعني تشامبيونز ليغ ومسابقه ديال الكاف مع انديه اللي اليوم قدره الماليه ديالها اكبر وكتشري لك افضل اللاعبين ديالك؟ متفقين. واكثر من هذا، حتى ملي تتمشي للميركاتو دابا لا كاتيجوري الاولى في لافريك تتمشي لوروب، ولا كاتيجوري الثانيه تتمشي لهاد المنافسين، ولا كاتيجوري الثالثه عاد تجي عندنا. وهاد الاشكال ما مرتبطش بالتكوين ولا انت اللعبه نتاعك ولا المؤهلات، مرتبط بالبيدجي نتاعك، الميزانيه نتاعك. الميزانيه اليوم نتاع احسن فريق مغربي هي 10% نتاع الاهلي. هادو سميتهم الارقام، قراهم غير قراهم، ماشي تحلل. متفقين. ملي انت الاهلي تتمشى 104 مليون تاع الدرهم ب 10 مليون دو دولار 10 ل 10.5. انا الخطيب تلاقيته مرارا، هذو هما الميزانيه نتاعو. حنا احسن فريق تيمشي بمليون دولار،
بعشرة المليون تاع الدولار، 100 مليون دولار. إذن هاد الأرقام، هاد الأمور، والفريق الأول نتاعنا مادين هو السابع أفريقي، أحسن منه أهلي والزمالك ترجي والإسبيرونس والإتوال وسان داوز. هاد الجاب تاع البيدجي راه هادي الشيء اللي كان في الكرة، راه تشامبيونز ليغ في الأوروب تلعبها الريال، يلعبوا لي بلو ريش، لا بس سيتي والبي اس جي والريال لي بلو ريش. ما تسناش واخا تلعب خيطه في الدور الاول والمجموعه غادي تخرج، سميتها هذا هو الفوتبول. واخا باش نطوروا هذا، باش نوصلوا لهذا النيفو خصنا هذا الاصلاح المؤسساتي اللي درنا نتاع الشركه، نفتحوا الراسمال ويجيو المستثمرين ويستثمروا الفلوس في ذاك الفراقي ويولي عندهم لا كاباسيتي يمشيو يشريو حتى هما ثلاثه اربعه نتاع النجوم اللي كيصنعوا الفرق في الماتشات. ما اللعب المزيانين إليا ان بون إليا ان اكسيبسيونيل في الكره، لي بون عندنا مزيانين، البطوله تاعنا ضير هي الاولى، ولكن في دوك الماتشات اللي كنوصلوا لا فينال ولا الدومي فينال خصك ثلاثة أربعة نتاع اللعابة كيصنعوا الفرق. برشلونة اللي كنا كنهضروا عليها كانوا عندها بزاف تاع لي بون جوار، ولكن كان عندها واحد الجوار فينومينال سميتو ليونيل ميسي. باري بور رونالدو اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. اليوم انت خذ كاع الفرق ديال العالم، إلا ما عندكش هاد لو جوار اكسيبسيونيل اللي في الوقت الصعب اللي في واحد النهار اللي خصك واحد ليكسبلوا انديفيديوال باش يدير لك الفارق او لا ما تقدرش تربح لا كوب، تمشي للدومي فينال تمشي لا فينال. وهذا هو اللي خص يديروا الوداد والرجاء وبركان والجيش وهذا اللي كيلعبوا لي كومبيتيسيون افريكان، خصهم دا يكونوا عندهم ثلاثه اربعه تاع لي جوار اكسيبسيونيل اللي ماشي هما. هذا بحال دابا في التاريخ اللي دازت الوداد راه معروف، كان عندهم نضا وكان عندهم دابر كان عندهم لاباكوجو، هذا خص يكونوا عندك هاد العيار نتاع اللاعبين، وباش تيكونوا عندك خصك تكون قادر تخرج للسوق، تخرج للسوق في الميركاتو ويكونوا عندك لي مويان والبيدجي باش تشري هاد اللاعب. واخا بالنسبه باش ندير اللي كتشارك، واش محانش الوقت انه الفائز بالبطوله الوطنيه ما يبقاش ياخذ المبلغ اللي كياخذ حاليا اللي ولا يتجاوز 300 مليون؟ ودي دابا شوف نقول لك راه ما كياخذش 300 مليون من غير المنحه اللي اسمع اللي كياخذوها كاملين. تياخذ اكثر من مليار باش نتفاهموا، كياخذ 300 مليون هذيك لا غراتيفيكاسيون تاع نهار يدي التيتر واخا، وكيمشي للتشامبيونز ليغ تنعطيلو 20 مليون نتاع لوتيل والترونسبور مع 80 ها 90 ها الطائره الخاصه، قول كل ماتش بواحد ل 100 مليون تيلعب 7 8 مين تيجيبو؟ استدير تيشارك فابور وكاع الفلوس اللي تياخذ من الكاف تيديها لا كاس نتاعو، راه تنعرفو نحسبو دوك ماشي 300. واخا سيدي هاد 300 بشحال نرجعوها؟ نرجعوها 600؟ نرجعوها 800؟ غتحل الاشكال؟ لا تساعد وغادي نطلعوا هذه المنحه، ماشي غادي نطلعوها، غادي نعيدوا النظر في توزيع المنحه، لان ما 14 ما عندهم ما ياخذ، يلا تقاتلوا صوفا راسو، هادشي غادي نعاودوا على الاقل مراكز الثمانيه الاولى غادي نعاودوا له البارين. انا غادي ندير واحد الامور حتى فين كاينين المشاركات الدوليه، واحد البارين ولتحت بارين اخر. دابا ماشي هذا هو الحل، الا بغينا في المستقبل يكونوا عندنا نوادي اللي تكون في نفس المصاف نتاع الانديه رقم واحد افريقيا وتنافس هذاك النيفو دو نتاع الاوروب، راني قلتها هذه يمكن 6 سنين، خص يكون عندنا واحد الفراقي في المغرب بحال ليفونتي وفالونس، فهمتي؟ لابد ندوزو من الاستثمار في الانديه، لابد. الا ما كانش لانفستيسمون ما كانش لا كابيتاليزاسيون
نتاع هاد الشركات غادي تبقى الدور فين راه تدور دابا وبالطريقه اللي تدور بها دابا. وهاد المنظومه نتاع دابا ماشي خايبه، لا فالور اندوجين القيمه المضافه الداخليه نتاعها واستهلكت، لا تي كونسومي. دونك الا ما بوسعتيش لاسيت باش تخلق قيمه مضافه داخليه اضافيه ما غاديش تمشي، تبقى تما، غادي تبقى تما. واحد من تبيع واحد اللعب تولي شويه لاباس، من تدي واحد التيتر تولي شويه لاباس، شويه تولي نورمال، شويه تولي نو. فو باسي هاد لو غاب اي اونتا. وهاد الشيء خصو يجي بلانفستيسمون، والانفستيسمون نقول لك علاش. اليوم الشركات اللي كريو انا شفت لي بيلون، واش دابا السيد عنده لاكتيف، عنده الراس المال نتاعو فيه 150 160 170 مليون تاع الدرهم، وناس ناعسة ما تصلح لوالو، سي ان اكتيف دو لا سوسيتي. دوك هذاك لاكتيف راه خص لابد في قبالته تفلويدي فيه باش يكون مدخول، يكون 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 تكون لا تريزوري. انت عندك غير محطوط، انا عندي اللعبه الكونترادات ايوا، عندي ليماج ايوا، عندي واحد التيرا ايوا. هذا هو الاصلاح اللي خصنا نمشيو له باش يوليو المنتخب، باش يوليو هاد الفرق في المستوى الكبير. وكاع هاد النقاش فلان قال وترأس ضد فلان تيقول له خاوي، ملي تدير هاد الاصلاح واخا نبدلو 16 رئيس ونجيبو 16 اخرى غادي نعيشو نفس الوضع. لان مؤسساتيا بحال انت عندك واحد الشركه صافي، هذاك الشيء اللي تقدر تخرج منها خرجتيه. دونك الا ما وسعتيهاش وفتحتي الكابيتال نتاعها وجبتي مستثمر اخر باش تطلع واحد ليطاج، سيبوزون عندك واحد الشركه فيها الفندق، هذاك الفندق اللي خدام عندك فيه 200 شومب خدمتي به 10 سنين، راك خدمتي بعتي وشريتي وربحتي، ولكن صافي وصل لحد. الا بغيتي تزيد واحد الدرجه ولا بد تجيب واحد المستثمر اخرى واخر وتزيد وترجع هذيك ال 200 شومبر ترجع 400 و 4 ايطوال تردها 5 وعيوا عندك واحد لابيسين دير زوج. هذا هو من يقولوا هذا هو الوضع ديال الفرق. هاد الهيكله اللي عندنا اليوم تآكلت قيمتها المضافه، خصنا نلقاو طرق اخرى باش نخلقوا القيمه المضافه. انا تنقول للاخوان من بعد دابا ما حطوا الشركات طلقوا الكابيتال طلقوه، تيقولوا لي الهويه، تنقول من هويه ياك انت راه عندك لا ماجوريتي، واش كاين شي انفستيسور غادي يدخل ب 20 ولا 30% بدلك السميه؟ غيقول لك ما تلعبش في كومبلكس محمد سالم، غيقول لك ما تلعبش بالخضر، يلعب. ولكن خصنا نمشيو لهادشي، وراه هادشي اللي مشاو له الناس، هادشي اللي مشاو له الناس، ماشي حنا تنعاودوا زعما تنصنعوا شي حاجه جديده، تنديروا داكشي اللي داروا الناس اللي تقدموا، خصنا نديروا. ولكن سؤال ديال التكوين، انت دائما كتحدث على هذا السؤال، كيفاش ممكن المنظومه ديال التكوين تكون فاعله ومستقره؟ وحنا على مستوى الاداره التقنيه الوطنيه كاين تغييرات، عندناش يعني تغييرات في يعني في المدير التقني اكثر من مره كاين تغيير. لا شوف المدير التقني عندنا التغيير، انا نقول لك اولا التكوين واش هو المدير التقني؟ التكوين راه خصو يكون منظومه، هو راه الهرم ديال المنظومه. مزيان مزيان، اش فين عندنا حنا في هذا التكوين؟ حنا عندنا دي بول، عندنا واحد البول سميتو فوتبول سال، تحرك؟ ما تحركش منذ 10 سنوات، غادي وكيطور نفسه. كيفاش كيطور نفسه؟ هو دار الاو 23 نتاعو، دار الاو 20 وداروا دابا كيب فيمينين، وداروا التقنيين وخدامين. عندنا واحد الفوتبول فيمينا، واش تحرك؟ بليكيب نتاعو بليكيب يو 20 وحنا غاديين وتنكونوا في داك الشيء وغادي. عندنا ليكيب ا تري ستابل، عندنا لي جون نتاعنا، هادوك الثمانيين اللي راهم في لي ريجيون واش تحركوا؟ واش لو كونتوني نتاعهم تحرك؟ حنا تحرك سي لارغيت دوز 4 سنين ولا 5 سنين. بون الواقع ديما نكون صريح، ما كانش عنده لوتي باش يخدم،
ولكن لابد كان خصو يبدل شويه الجو. سي مورلون توفى رحمه الله، شنو غادي نديرو هكذا؟ نتسنى بيان سور. جبنا روبرتس، روبرتس بغى يمشي للانجليزي يرجع يكون ادجوا، بغى يرجع للتيران الله يعاونو. ولكن الشيء الاخر واش تبدل؟ واش تبدل السي فتحي جمال، تبدل السي الطوسي، تبدل السي الزاكي، تبدل الناس راهم خدامين. بيان سور خصهم يردوا الحساب، بيان سور خص ليفالواسيون نتاع الخدمه نتاعهم دار بيريوديك، وبيان سور اللي خرج على اللي ما قدرش يوصل للنتائج نتاعو هذه سنه الحياه ولا بد تعوضه. انت كاين اللي كيقول لك الاداره التقنيه الوطنيه في جزء منها تحولت لمندوبيه التشغيل، مديريه التشغيل، مندوبيه التشغيل يعني تشغيل مجموعه من يعني من الناس، بعضهم زعما ماشي قيمه مضافه. مزيان. دابا بالله عليك المنظومه نتاع النساء كلها فيها خمسه نتاع الناس فيها التشغيل، المنظومه كلها نتاع الفوتبول فيها سته ولا سبعه نتاع الناس فيها التشغيل، المنظومه كلها هذاك الشيء اللي شفتي نتاع تكوين الاطور ونتاع المنتخبات نتاع لي جون فيها واحد العشره نتاع الناس فيها التشغيل. وفين راه هو هذا التشغيل؟ يلا فين هو؟ لا نهضروا بواحد بواحد، خصنا نكونوا بريسي، شكون فين راه التشغيل؟ فتحي جمال زايد؟ نقول له والله اني كذابه. هذا عموته عاطي له زوج تاع الفرق الوطنيه، زوج. ليكيب لوكال وعاطي له ليكيب يو 23، ودابا راه كيوجد ليكيب يو 23 باش نلعبوا الاقصائيات هنا المؤهله. ماشي وضع هذا غير سليم، ان مدرب كيدرب منتخب محلي او الرديف وفي نفس الوقت مشرف على المنتخب الاولمبي. علاش نقول لك درنا؟ انا نشرح لك، ويمكن نكونوا غلطين. عموته بغينا نعطيو له، بغينا نعطيو له واحد الفرصه ينفتح على الفضاء الكروي المغربي. هاد الـ 23 اللي تيلعبوا في المغرب وفي الخارج هما مستقبل، هما الفريق الوطني المقبل. فعموته حنا حاطينو باش يمشي بشكل تصاعدي، وفي وقت من الاوقات غادي يرجع مدرب تاع الفريق الوطني الاول. أكيد هذه عادة، مسألة عادية في الحياة. باش يوصل، واش نخليه في معزل على دوك اللعابة اللي غادي يلعبوا في الفريق الوطني؟ خصو يعرفهم، يدربهم، يتصل بهم، يتعلم يكونفوكي لي جوار تاع لوروب، يتبعهم. هذا هو الفلسفة لا غير. واخا هاد الوصفة، هاد الوصفة سي فوزي ديال المنتخب المحلي أو الرديف بصيغته الحالية اللي كتأثر على المسار ديال البطولة، توقيفات متكررة. وكنتي تحدثتي بعد الشان ديال الكاميرون أنه غيكون رؤية جديدة بالنسبة للمنتخب المحلي. فما حانش الوقت تكون هاد الرؤية جديدة؟ دابا اسمح لي أنا نقول لك، الفريق الوطني من بعد الشان كان عنده واحد الاستحقاق مهم سميتو البطولة العربية. كان عندنا جوج الخيارات، ثلاثة هاد الخيار ما نلعبوش كاع، نقول لهم ودينا الأمر لا يهمون، ما يمكنش نديروها إنها ومنظمينها الإخوان في قطر ومشاركين فيها كاع الدول العربية، نجيو حنا نقول لهم السلام عليكم ما نديروهاش، وكأننا يعني هاد العالم العربي ما بغيناهش كاع نشوفوا فيه، ما مقبولهاش. مشينا، والاختيار الثاني كان عندنا هو اننا نديو افيكتيمون واحد ليكيب شابه نتاع اقل من 23 عام. كان خيار وناقشناه مع السي عموته، قلنا يا ودي هاد اللعابه اللي حتى هما وصلوا لواحد المستوى معين وداروا واحد لاكارير معينه ولعبوا الكره وعطاو البطوله والانديه وهما اللي داو لي دوشان قبل واحد المجموعه يعني نتاعهم، نعطيو لهم هذه الفرصة اللي للكثير منهم هي تقريبا آخر مشاركة دولية، وتم الاتفاق على هذا المنظور وسالينا الكلام. فين هو الخلط؟ فين هو الغياب التصور؟ هذو هما الحلول بثلاثة. ولكن كاستيقاع البطولة وش يعني في المرحلة البطولة دابا شنو نقول لك؟ البطولة احنا بدينا راحنا لعبنا الدورة 15 في النهاية نتاع ديسمبر، رجعنا لواحد البرمجة نتاع سنة عادية،
واش حنا دابا البطوله غادي نكملوا ان شاء الله بحول الله في البدايه نتاع يونيو في ظروف مريحه، والفراقين تاعنا تعودوا يلعبوا المباريات، والحمد لله ولات الظروف تاع اللعب المباريات كنلعبوا بالليل، وطيح الشتا ولا ما طيحش، متى ناجلوا مباراه، متى نرونوا مباراه. دابا عوض ما نهضروا على هاد لي زاكي ونزيدوا للقدام، يا ودي راه حنا كسرنا الايقاع، ولكن كي غادي نديروا؟ ولكن النقاش اساسي باش تطور. انا متفق معاك، انا متفق معاك، وهذا النقاش اساسي. حنا لو كان ما مشيناش للبطوله العربيه راني شرحت لكم شنو هما العواقب. راه الرياضه راه مرتبطه بالشيء الاخر. راه حتى دابا ساهل نقول اخويا انا كاين كوفيد الفريق الوطني ما يمشيش. ولكن راه كاينه واحد الخدمه دارها سيدنا فيها 30 عام تاع 20 سنه هو في لافريك. وكاين العلاقات الدبلوماسيه، وكاين السفراء، وكاين الدول، وكاين ساهل نقولوا ما نمشيوش لقطر وما نلعبوش وما نشاركوش، راه بسيطه ونلعبوا البطوله. ولكن اختارينا الحل الاصعب نوفقوا فيه مع الكل شيء. والبطوله انا كنقول باننا رجعنا لواحد البرمجه عاديه الحمد لله هاد السنه، وكل شيء هاد الشيء ما وقفناش ماتش واحد في كوفيد. هادي عامين ونص لعبنا البطولات، لعبوا لي جون، لعبوا لي زيسبور، لعبوا لي زيكيب ناسيونال، جبنا لي زيكيب ناسيونال لهنا باش البنات يلعبوا يو 20، جبنا كل شيء. وهذا راه فرنسا اللي فرنسا وقفت البطوله سي جمال، يا كاين فرنسا وقفت البطوله العام الاول، والنهار اللي انا خديت القرار باش نزيدوا البطوله كلشي ما اتفقش. شي قال لك اودي راه كاين ننتظروا حتى تمشي كوفيد. قلت لهم يا ودي لا ننتظروا حتى تمشي كوفيد، راه ما غادي تلقاو لا لعابه ولا اطور، وها حنا باقيين في كوفيد. دونك انا كنقول بشكل عام، بشكل عام البطوله نتاعنا نبغيو ولا ما نبغيوش، ولا نبغيوها ولا نبغيو نشوفوا لها بكري ولا بالكحل، البطوله نتاعنا تتطور. ما يبقاش يعاود لي شي واحد الخريف. انا تفرجت في البطوله نتاعنا، تفرجت فيها دائما ملي كانت عندي 8 سنين السي جمال، وراني عاودت انايا ملي كنت كنمشي للبركان وما تنشوفش الكره بالدخان كانت يدير السوسيس، راه عاودت هادشي وراه واقع وحي. البطوله نتاعنا كتطور، راه غاديه في الطريق الصحيح. ايفيدامون الجمهور المغربي كنتفهموا، لان ملي تيكونوا لعب البطوله نتاعنا في نفس الوقت لعب اسبانيا والانجليز وداك الشيء وهذا وهذا، وتيدير هاد المقارنات. ولكن هاد المقارنه، هاد الفارق اللي كاين اليوم راه كان دائما، كان دائما، كان دائما. على في 1980 النيفو ديال البطوله نتاعنا كان احسن من ليفربول. دونك الا بغيتي تقارن قارن. عرفت علاش اليوم المقارنه مسموحه؟ لان كل شيء ولا في التلفزيون صافي. التلفزيون كيسمح باش دير المقارنه في لو طون ريال. بيان سور البطوله نتاعنا باقي فيها لا مارج دو بروغريسيون كبيره، وهذيك لا مارج الكبيره باش تجي خصها تجي من القاعده. سا سيرا ريان ان الفرق يبقاو يتسناو حتى للسينيور ويديروا المجهود ويجيبوا البريباراتور فيزيك مزيان والطبيب مزيان واللونترينور عالمي وداك الشيء ما خدامش. خص يعكسوا الايه، يمشيو التأطير، هذاك الاستثمار في التأطير التقني والطبي وهذا نديرو في ليجان، نديرو في قل من 10 سنين. سي فوزي، رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم أنت أيضا يعني عضو في الحكومة، كاين التمثيلية ديالك أيضا في الكاف والفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. سبع صنايع وصافي. ف يعني كيفاش كتعامل مع هذا الوضع؟ كيفاش كتقسم هذا الوقت ديالك؟ هذا سؤال، هذا سي جمال. شوف الانسان
شنو هي القدرة اللي عطى الله سبحانه وتعالى للإنسان؟ هو أنه يتأدبت مع الوضع، والقدرة نتاعه أنه يتأقلم مع الأوضاع. بطبيعة الحال الحاجة من تتكون تدير غير واحد الحاجة وتتخدم عشرة الساعات، هذوك العشرة كتتخصهم غير هذيك الحاجة، ومن تتولي خصك تدير زوج تتأدبت، تتولي هذيك الحاجة اللي كنتي كدير في ساعة ديرها في نص ساعة باش وديليكي شوية وتتبع شوية باش تقدر تدير في نص ساعة الأخرى تدير الحاجة الثانية. وهذه هي سنة الحياة، احنا دايرين هادشي حتى تدبرنا على اللي خلفنا في كل شيء. هادشي اللي قلتي سي فوزي، سي تدخل الحكومة واش باش يلون ولا تكنوقراط ولا انا انت ياك جيتي عندي هنا قبل ورجعتي دابا ياك ما كاين لون، لقيت يجي لون هنا كاين غير القواك حنا عطيناك السجن اخويا حنا كاين لون في هذه الساعه ممكن يكون بيت. دابا شوف واش كاين شي واحد كيعلم الغيب؟ انت انت كتعلم السي جمال؟ لا انت غادي تعرف بعد واش غادي يوقع من هنا عام ولا عامين. انت كتعرف راسك انت واش باغي تنتمي ممكن. شوف شوف نقول لك واحد القضيه، شوف واش باغي ولا ما باغيش، راه في واحد السيروره كيرجع هذيك البغيان نتاعك غير واحد الحاجه صغيره بالنسبه للعوامل الاخرى التي تحدد ذاك الاطار. فهمتي؟ لو كان انا لو كان جات غير على شنو باغي انا كنا راني في بركان كندور مع الوالده والوالد. دابا هاد الشيء واش هاد الشيء اللي راه حنا كنعيشوا اليوم بالكوفيد كان شي واحد كيتوقع؟ لا لا كان شي حد؟ واش هاد الحياه كيف رجعت اليوم كيتوقع شي حد؟ واش كاين شي حد اليوم يعطي لك يقول لك شنو غادي تكون الدنيا في 2023؟ وانت تقول لي ودي شنو بغيت تكون في الفتاك؟ بغيت نكون غير صحيح بعدا ان شاء الله الصحه نطلبوها للجميع. نطلبوا وعدد المباريات باقي كتشوفوا بنفس الحجم اللي كنت كتشوف قبل؟ نطلب الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه لطبيعتها ونبقاو نتلاقاو في ظروف حسنه. وشوف والخدمه راه خصها تكون دائما باللون بلا لون، موقع بلا موقع، رئيس بلا رئيس، خص يكون كل واحد يعطي واحد البركه باش نقدروا نزيدوا للقدام وبلادنا تكون في المستوى الكبير اللي كيبغيه سيدنا والشعب، ونخليو شي حاجه مزيانه لوليداتنا. ما حنا راه ليسبيرونس دو في كلشي كيعرفها، نخليو شي حاجه مقاده ونزيدوا للقدام. انا هذه هي الرغبه نتاع السي جمال. باقي كتشوف مباريات الكره نفس الحجم اللي كان قبل؟ كنشوف نشوف الخير والبركه سي فوزي القجاع. شوف الكره راه سي اون باسيون سي جمال، انا الكره ماشي تنديرها موظف في الكره، الكره باسكو جيم. واش انا شي حد قال لي اليوم نفيق في الثمانيه ونمشي نحضر مع ليكيب ناسيونال وندير معاهم تحيه العالم ونمشي للمطار ونتاكد نطلع الطائره ونشوف الناس كل شيء بامان؟ لا، كان بامكاني نقول لواحد في المسؤولين ندير، ولكن كنديرها حبا كيدك الشيء عندي في دمي صافي. ونبينا عليه السلام ما فيهاش التعب. دابا انا جلست معك هذه السويعه واش تعب؟ ستان بليزير وانا غادي. سي فوزي نخلي لك كلمه اخيره للجمهور ديال كره القدم، الجمهور المغربي وايضا اللاعبين والطاقم ديال المنتخب الوطني، اشنو تقول لهم؟ شوف انا نقول لكاع هاد المكونات وفي المقدمه نتاعهم الجمهور، الامور ديال الكره راها غاديه من حسن الى احسن، غير يطمئنوا، امور ما يمكن لها تكون الا مزيانه. واللي راه كيحب فرقته يصبر شويه، واللي كيبغي ليكيب ناسيونال حتى هو يصبر شويه، ما غيكون غير الخير ان شاء الله. تكون لا كوب دي موند وتكون لا كاليفيكاسيون ان شاء الله ونديروا عاود قطر ابري لا روسي. واللي راه متبع شي شويه لي جون يصبر عليهم، والبنات راهم غادي يمشيو لا كوب دي موند ان شاء الله، ولي جون ولي جوز اولمبيك، هادشي كله راه حنا تندفعوه للقدام. والناس اللي راهم يشتغلوا في المنظومه الكرويه، اللي راه يخدم ساعه خصو يخدم زوج، واللي راه يخدم زوج يخدم اربعه، يلفو ترافاي.
سيدي صافي هذاك العهد انا تنقولها لهم بالوضوح، داك العهد نتاع ندير لا سيونس ونضاد الزرق وداك الشيء يسالي معاه. سي فوزي القجاع نشكرك على هذا اللقاء. جاوبتك مزيان السي جمال. بارك الله فيك، نشكرك على هذا الاستضافه. شكرا جزيلا على التجاوب على الاسئله اللي طرحنا عليك. نضرب لكم موعدا ان شاء الله في لقاء قادم. الى اللقاء.